ننتقل إلى عناوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم مشاهدينا، ونبدأ مع دستورة الأردنية التي ركزت على تطور المواجهات في القدس وعنونت: الفلسطينيون يواصلون هبة القدس والاحتلال يقمع مسيرة الميلاد. أما الراية القطرية فقد تصدرت صفحتها الأولى: السعودية والإمارات ضعف اقتصادي وغبن شعبي بسبب فشل السياسات والفساد من أعلى هرم السلطة وغياب الرقابة. أما جريدة الحياة فركزت على تطورات الغوطة وعنونت: صفقات خفية تعرقل ترحيل النصرة من الغوطة، التنفيذ مؤجل إلى ما بعد مؤتمر سوتشي. من العراق اخترنا صحيفة الصباح الجديد والتي عنونت عن أزمة المياه في البلاد: العراق يواجه خطر شحة المياه بعد خفض حصته إلى 50%. أما صحيفة المستقبل اللبنانية فركزت على تفاصيل عملية ضبط مخدرات غريبة وكتبت: هكذا ضبطت ثمانينية الكوكايين. أما صحيفة عمان اليوم فجاء عنوانها على الشكل التالي: موسكو تسليح واشنطن لأوكرانيا يقود إلى حمام دم. ننتقل وإياكم إلى صحيفة العرب الجديد مع أبرز عناوينها لهذا اليوم. في العناوين الرئيسية: إسرائيل تدشن الانتقام من تركيا، وفي صورة الغلاف: فلسطين ميلاد المواجهة، وفي زاوية الحدث: برشلونة يسحق الريال في كلاسيكو الأرض ويحلق بعيدا. ونختم مع الكاريكاتير للفنان فهد البحادي بعنوان: ترامب والسلام، يشير إلى التهديدات الأخيرة لدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوقف المساعدات في حال صوتت مع القرار الأخير بشأن القدس. هذه كانت جولتنا على عناوين الصحف لهذا اليوم، لكن يبدو أن الزميل توني عنده تعليق. شو توني؟ لا، حسيت غص صوتك بآخر خبرين. خبر الكلاسيكو. نعم، تعزينا. نحن رحنا رياضية ورح نحافظ على الجو الإيجابي. يبدو توني سلبي اليوم. لا لا، بالعكس، أنا يعني كل تعاطف معك. مدريد أو برشلونة؟ شو رأيك؟ ما بعرف. شكلها برشلونة. أنا معلبة دائما. ما برشلونية، تفضلي حضرتك. ما بعرف أنا، بس إذا هني برشلونية أنا معهم. لا، أنا مع ريال هبة، لازم تكون معي. خسرت 3-0 يا حرام. بتعرفي لو أمين هون كان بدي عبالي أسأله سؤال، بيقولوا بتونس البنت ما بتتعرض كتير للشمس، بتعرفوا ليه؟ ليه؟ بدكم تعرفوا ولا بلاها؟ كما يقولوا صار برشلونة. يا الله، بصير برشلونة. كرمال هيك انا رح فضل كون مع الريال. خليكي مع الريال. ريال قطري او سعودي؟ القطري. شكرا لك. على كل حال، فرح بالفوتبول وبالرياضة عموما في دائما خسارة، المهم نعرف كيف نخسر ومرد على التذكير. صح.